السلام عليكم. في موضوع ودنا نتناقش فيه. أنا صراحة أني أشوفه كثير، هل في أشخاص تترك حياتها وتعيش حياة غيرها؟ أنا بصراحة أني أشوف الموضوع هذا أنه موجود، يعني فعلا للأسف صراحة أن في ناس تترك حياتها وتعيش حياة غيرها. كيف؟ أنا أقول لك كيف. عاد خلونا نتفلسف شوي، يعني مشي يعني. لا والله جد، أولهم أنت وأنا، فانت تشوف نفسك لما تفكر في شيء معين، ما تفكر مجرد لنفسك او انك تبسط نفسك انت بس، لا تفكر في غيرك. لازم انت في هذه الحالة ما انت قاعد ترضي نفسك، انت قاعد ترضي غيرك على حساب نفسك، وهنا المشكلة اللي نعاني منها كلنا. فلما تفكر انك تبني بيت مثلا، ايش اول حاجة تفكر فيها في التصميم؟ الضيفة. الناس اهم شيء. يوم ومع هذا كله لو يصير عندك مناسبة رحت استاجرت استراحة ولا استاجرت صالة، ما حطيتها في بيتك، فليش ضيقت عليك عشان تكبر؟ شوف عندك أغراض البيت مثلا اللي للمطبخ. شوف وش اللي لك وشوف وش اللي للناس. اللي للناس أحلى، ليش؟ بالرغم أنه ممكن تقدر تاكل وتشرب فيها هذه مثلا الصحون ولا الأشياء الحلوة وتقدمها للناس عادي، لكن أنت لا، أمشي الناس. يجيك المجالس مقفلة، مجالس الرجال ومجالس الحريم كلها مقفلة، أفخم الكنب وأحلى ستاير وأحلى فرش ومحشورين في الصالة، فليش أضيق على نفسي عشان الناس؟ يعني استمتع يا أخي، ما في مشكلة، الناس بيجونك الله يحييهم، لكن أنت استمتع. فخاصة اللي عنده أولاد، لا تخلي أولادك يفرحون إذا جاك الناس، إذا جاك ضيوف أولادك يفرحون، كل شيء ما يطلع إلا للضيوف. تجي تقول للولد شرهت انا ماله تاكل وفوق حلويات وفوق، طيب انت يا اخي من اول السنه ما طلعتها، حط طلعتها ذلع تو شافها يبقى ياكل. فليش دايم احلى مكان في البيت اللي هو المجلس؟ ليش؟ ليش ما يكون الصاله مثلا ولا الغرفه حقت الاولاد ولا زي كذا؟ فتخيل شيء تجيبه ويكلفك يعني دم قلبك تدفع فيه ويكون في الاخير ما هو لك ولا تستمتع فيه حتى. تعيش حياتك وغير من وضعك، وانت واهلك واولادك ترى اولى بالحاجات الحلوه، اولى من الناس. والناس ترى اللي بيجي عندك ما بيجي الا من محبه، وما بيجي الا عشانك، ما بيجي عشان فرش بيتك ولا مجلسك فخم، بيجي يتكي معك واحيانا يقول بالله يقول لك احيانا فرش لنا بالله برا في الشارع على الرصيف كذا براد وخلنا ننبسط كتمه في البيت، هي خل الكنب ينفعك.